مقتل 3 وإصابة 15 من المدنيين جراء قصف طيران ومدفعية حفتر تاجورا. في الذكرى 68 لاستقلالها، السراج يقول إن ليبيا لن تكون إلا دولة موحدة ومستقلة. ورئاسة التركية تطالب حفتر بإنهاء هجماته على طرابلس وعودة القوات المعتدية إلى ما قبل أبريل. من طرابلس أهلا بكم إلى النشرة التاسعة من بانوراما. مشاهدين أهلا بكم. قال مركز الطب الميداني والدعم أن الحصيلة النهائية للقصف العشوائي الثلاثاء على منطقة خلت فارس بتاجورا بلغت 3 قتلى و15 جريحا من المدنيين. الناطق باسم المركز ملك مرسيط أوضح لبانوراما أن الجرحى إصاباتهم تصنف بين الحرجة والمتوسطة، فيما أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب أن القصف تم بطيران موال لحفتر وأن المنطقة خالية من المظاهر العسكرية. اعتبر المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي ونيس الثلاثاء قصف طيران حفتر منطقة خلت فارس بتاجورا جريمة جديدة تضاف لما يقترفه بحق المدنيين منذ بدء عدوانه على طرابلس، موضحا أن المكان المستهدف لا يوجد به أي جهة عسكرية، لافتا إلى أن الحالات المصابة تم إسعافها وهي بين المتوسطة والخطيرة وأن الوزارة تتابع إجراءات علاجها. يوم أسود في تاجورا، فبيوت فقدت أمهاتها وأخرى تسارع ذووها بحثا عن ذويهم بين المصابين، وكل هذا نتاج ما تطلقه عناصر من دعا المدنيين لالتزام بيوتهم مقابل الأمان، فأين الأمان في ظل تغول مدفعيته؟ نتابع. لا زالت القذائف العشوائية الناجمة عن عدوان حفتر على العاصمة طرابلس تحصد أرواح المدنيين وتدمر الأرزاق. فها هي منطقة خلت فارس ببلدية تاجورا، تجددت فيها قذائف من ادعى أن من أولوياته سلامة المدنيين. حمام دم كانت قد بدأته في أبو سليم وعين زارة وصلاح الدين، 3 قتلى و15 جريحا جميعهم من المدنيين خرجوا من منطقة بعيدة عن مواقع الاشتباكات ليس بها مواقع عسكرية للجيش قاصدين قضاء حوائجهم. فرحل عن الحياة من رحل منهم وسيظل جريحهم يعاني آلام إصابته، فالإصابة صنفت طبيا بين الخطيرة والمتوسطة، ما يظل خطر ارتفاع عدد الوفيات واردا. زي ما تشوفوا الإصابة جت طبعا في مواقع كلها مدنية، ما فيش أي أثر أو أي إشارة لأن هنا يوجد أي مواقع عسكرية. هذه متجر محل صغير نقوله بالليبي براكة للخضرة، شخص فتحها ويخدم عليها، وهذه مزرعة في المقابل قدامه. أبواب رزق أغلقت برحيل ذويها وسيارات تضررت كما تضرر أصحابها، وخوف وهلع ناهيك عن الدم المراقي من الأبرياء. ماذا بعد؟ سيظل السؤال المطروح والإجابة لدى من لم يستطع اختراق الصفوف بالميدان رغم توحش آلاته الحربية وقصفه العشوائي وجلبه مرتزقة الفاغنر والجنجاوي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف محمد السويعي ناطق باسم مديرية أمن تاجورا. بداية سيد محمد، يعني لو تطلعنا عن تفاصيل هذه الحادثة أو هذا الهجوم الذي راح ضحيته عدد من المدنيين مساء اليوم. نعم سيد محمد. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال، سوف نحاول الاتصال بك في وقت لاحق.
قال موقع إير وورز أنه وخلال نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر شهدت الحرب على طرابلس انخفاضا طفيفا في الغارات الجوية والأضرار المدنية، مشيرا إلى مقتل ما بين 23 إلى 31 مدنيا جراء القصف الجوي والمدفعي. الموقع البريطاني المتخصص في تقييم الأضرار المدنية الناجمة عن الحروب أبان في تقريره الشهري أن الغالبية العظمى من الوفيات نتجت عن ضربات من قوات حفتر أو حليفه الإمارات، ما أدى بحسب الموقع إلى إعلان حفتر منطقة حظر طيران فوق سماء العاصمة. أفاد القائد الميداني بمحور اليرموك حمزة زرموح باستهداف مدفعية الجيش تمركزات لعناصر حفتر والمرتزقة المساندين له جنوب العاصمة طرابلس. وقال زرموح في تصريح لبانوراما أن الجيش والقوة المساندة شبكت في محور الخلطات مع عناصر حفتر والمرتزقة الروس دون حدوث أي تقدم يذكر بين الجانبين، لافتا إلى أن الطيران التابع لحفتر استهدف الأحياء السكنية بمنطقة مشروع الهضبة ما أحدث حالة فزع وهلع بين المواطنين. أنا المجرم حفتر في أحياء سكنية يقصف في أحياء سكنية وتوا اليوم قداش في التاريخ يا قداش اليوم في التاريخ؟ 24 ديسمبر عيد الاستقلال. ساعة كم يا وليد توا؟ ساعة كم؟ الساعة 11:28 11 ونص هو هذا قصف تو الطيران بمنطقة المشروع سوغويا حياة سكنية وقاعدة الناس. أظهرت المكونات المدنية والعسكرية بيفرن بيانا الثلاثاء أوضحوا خلاله استمرارهم في النفير ودعمهم حكومة الوفاق الوطني. أننا في حالة نفير من تاريخ 4/4/2019 ومستمرين في النفير لحسم معركة الدفاع عن عاصمتنا الحبيبة طرابلس، داعمين قرارات المجلس الرئاسي وقوة حكومة الوفاق المتمثلة في قوة بركان الغضب ضد ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر ومرتزقته. قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الثلاثاء إن ليبيا لن تكون إلا دولة مستقلة والشعب هو مصدر السلطات، معتبرا من هاجم طرابلس يسعى لإعادة الديكتاتورية. شعب الليبي الكريم، ها نحن اليوم نحيي ذكرى الاستقلال المجيد وجيشكم الوطني وتواركم الأبطال يخوضون ببسالة لا نظير لها حرب دفاعا عن عاصمة الدولة والوطن طرابلس الحبيبة في وجه غزو مسلح مدفوع بخيالات الدكتاتورية المريضة ومدعوم بتدخلات أجندات الخارج. هدفه ليس تحرير العاصمة كما يزعم، بل هدفه الحقيقي هو قتل الحرية التي تنشقنا عبيرها في 17 فبراير ووأد حلم قيام الدولة المدنية مقابل رهن ليبيا ومقدراتها للخارج. كما دعا سراج الليبيين خلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال إلى التوجه للمصالحة، مؤكدا أنها الكفيلة بصد التدخل الخارجي والوقوف موقفا موحدا من أجل تحقيق السيادة الوطنية. أدعو الجميع استلهام حكمة المؤسسين رحمهم الله جميعا لبناء وطن يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكافة أبناء الشعب ومن كل توجهاته، فهو السبيل حقا لدرء مخاطر التدخل الخارجي الذي حذرت منه حكومة الوفاق طيلة العوام الماضية، وبالرغم من تراخي المجتمع الدولي وعدم استجابته لدعوات حكومة الوفاق المتكررة للحد من تلك التدخلات وإيقافها فلا زال الوقت لم ينفد. إلى ذلك هنأ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الشعب الليبي بذكرى استقلاله 68.
مبينا أن الاستقلال لم يأتي هبة بل جاء بعد كفاح الأجداد ضد المستعمرين ونتيجة مجهودات سياسية في عصبة الأمم المتحدة. هذا الاستقلال الذي لم يأتي من فراغ ولم يأتي هبة، بل هو استقلال نتيجة للتضحيات العظام التي قدموها المجاهدين في صد العدوان، في صد الغزاة، في صد من أرادوا العبث بمقدرات الوطن، وسطروا الملاحم العظام، وسطروا أيضا التضحيات التي سجلها لنا التاريخ في كل بقاع ليبيا. لكن نيل الاستقلال كان أيضا بفضل مجهودات كبيرة قام بها الليبيين على الميدان السياسي في عصبة الأمم، توجت كل ذلك بهذا الاستقلال. وقال المشري إن الشعب قد أعاد الأمر إلى نصابه بثورة 17 من فبراير، غير أن ثورة مضادة قامت واستنجدت بكل رخيص لإنهاء ثورة الشعب، مبينا أن رجال الجيش المدافعين عن الشرعية لهم بالمرصاد، مؤكدا أنهم سيكونون لهم الداعم العسكري. الآن ثورة مضادة أخرى استنجدت بكل رخيص شرقا وغربا عربا وعجما في سبيل إنهاء هذه الثورة، لكن هيهات هيهات، فإن شبابنا الصامدون في حدود طرابلس والذين يسطرون أحسن الملاحم وأقواها والذين قدموا نماذج تعتبر هذه النماذج دروس تدرس في كيفية الثبات والقتال والفداء، ونحن أيضا في ساحات العمل السياسي لن نخذلهم أبدا. من جهته هنأ مجلس النواب بالعاصمة طرابلس الليبيين بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال ليبيا، مؤكدا عزمه المضي في تحقيق دولة العدل والديمقراطية والقانون التي كان يطمح لها الأجداد. وجدد المجلس في بيان له التزامه وتحمل مسؤولياته بما يحفظ الوطن وصالح شعبه، مشددا على أن مدنية الدولة وحق الشعب في تقرير مصيره وسيادته على أرضه ليست للمساومة والتفريط. كانت صرخة ولادتها الأولى في مثل هذا اليوم من عام 52 كافية لتخترق كل الحواجز المنصوبة أمام قيامها، فبذكرى استقلال ليبيا يخوض الليبيون في أعماق الذاكرة بعد أن غيبت لأربعة عقود مضت، ويستعيد موقعه رغم الصعاب رمزا لجهاد أمة. الرابع والعشرون من ديسمبر عام 1951 يوم ليس ككل الأيام، فيه توج نضال الليبيين والأجداد باستقلال البلاد. أصبحت ليبيا من بعده دولة حرة مستقلة ذات سيادة. قبل 68 عاما أصبح بوسع الليبيين أن يحتفلوا بدولتهم الوليدة، وما كان لهم أن يفعلوا لولا نضال فرسانهم على ظهور الخيل ومجاهديهم تحت قبة عصبة الأمم. لم تكن ليبيا قبل نيلها الاستقلال بسنوات بمعزل عن الواقع العالمي الجديد، ولم تكن أحسن حالا من نظيراتها من أراض تقاسمتها دول كبرى على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. عرفت تلك البقعة المقسمة إلى أقاليم ثلاثة، برقة، فزان وطرابلس، ذوي المدافع الإيطالية وأزيز الطائرات المقاتلة. لذا كان لابد من ردة فعل حتى وإن كانت موازين القوى متباينة. حشد الأجداد من كل الأقاليم جهودهم وشمروا الهمم، شنوا الحملة تلو الأخرى لمقاومة الاستعمار، تجلت في كل منها أسمى معاني العزة والفداء. كان الهدف الأسمى إخراج المحتل من الأراضي المغتصبة. جاءت خسارة إيطاليا الفاشية في الحرب العالمية الثانية لتدعم نضال الليبيين في طردها من بلادهم. في عام 1950 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار بضرورة استقلال ليبيا في فترة لا تتجاوز 26 شهراً، وقبل انتهاء المدة بشهرين أعلن إدريس السنوسي استقلال بلاده وتنصيبه ملكا عليها. مر الملك الجديد والدولة الوليدة بمصاعب وتحديات تركزت جلها في إعادة الإعمار وإحلال السلام بين القبائل المتنازعة. نجح الملك ومن وراءه حكومته آنذاك في إرجاع البلاد إلى واحة المصالحة، وأصبحت كلمته الخالدة حتحات علمفات منهجان ونبراسة. بدت البلاد كما لو أنها تطوي الزمن طيا نحو الماضي لتستأنف فرحتها بيوم استقلالها
ولتعيد ترتيب ذاكرتها وترتيب رزنامة تاريخها، حتى فاجأها انقلاب أسود غير معالمها وأهدافها وتاريخها وأخلاق شعبها. أنسى الليبيين تاريخ استقلالهم جاعلا منه زيفا لاحقا، فتاريخ ليبيا الحق بدأ في زعمه بانقلابه عام 69. من 69 إلى 2011 أربعة عقود من الظلم أزاحتها ثورة شعبية بالسابع عشر من فبراير، ما أعاد ذكر الاستقلال وأثار شجونا لمن عايشه في زمن خلا ولم يعد. اليوم في ذكراه 68 بدت البلاد أبعد ما تكون عن الاستقلال، فقرارها ليس بيدها بل بيد عدوها، ومن اشتري ذمامه رخيصة، وذكراها لم تعد كما السنوات الأولى للثورة. كل ذلك يجعل ربط ماضي ليبيا بحاضرها وبالمرجو من مستقبلها مهمة صعبة وتحديا كبيرا يواجه الثورة والاستقلال معا. دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا الأطراف الليبية إلى وقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع. السفارة وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت إنه حان الوقت للقيادة الليبية الشجاعة أن تحمي الاستقلال بدلا من فتح الأبواب للاستغلال الأجنبي، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها. من جهتها هنأت البعثة الأممية كافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال البلاد، معربة عن أملها في أن تمثل هذه المناسبة فرصة لإنهاء الاقتتال والتعاون بمسؤولية مع جهود البعثة الرامية لرأب الصدع والعودة للعملية السياسية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن بحسب ما جاء عبر حسابها على الفيسبوك. قال المتحدث أو قال متحدث الرئاسة التركية فخر الدين ألتونة تولاتا إن على المجتمع الدولي إبلاغ حفتر بأن استمرار هجماته ستدخل ليبيا في حرب أهلية تكون أكثر دموية، مبينا أن الدعم العسكري لحفتر من دول بينها روسيا لا يسهم في التسويات السياسية. وأكد ألتون أن بلاده ستواصل دعمها لحكومة الوفاق الشرعية، موضحا أن بلاده لن تتوانى في اتخاذ أي خطوات يقتضيها الموقف، مضيفا أن أنقرة تسعى إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة وجهودها المبذولة عبر بعثتها. قال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إن مذكرة التفاهم البحري والأمني المبرمة مع تركيا ستعزز قدرات ليبيا في الدفاع عن سيادتها الوطنية واسترداد ثرواتها الضائعة في حوض المتوسط، مؤكدا في تصريح لقناة TRTN أن دولتين ذات سيادة ولهما الحق في إجراء أي مذكرة تفاهم أو اتفاقيات. هذه المذكرة تفاهم أو هذا الاتفاق تأخر 15 سنة، كان يفترض أن يتم توقيعه منذ ذاك الحين، فهناك حقوق ضائعة بموجب هذا الاتفاق أو بموجب هذه المذكرة تفاهم. نحن نحمي سيادة الدولة الوطنية، سيادة دولة ليبيا الوطنية، نحن نحمي ثرواتها ونحافظ عليها، نحن نستعيد حقوق ليبيا اللي ضاعت لمدة 15 سنة. كانت هناك يعني حالات مشابهة مع دول مجاورة عزيزة علينا، كانت هناك خلاف في جرف قاري بحري مع تونس، كان هناك خلاف في جرف قاري بحري مع مالطا، ولجأنا للأساليب الحضرية المتعارف عليها واحتكمنا إلى الجهات المسؤولة عن ذلك ورضينا بما حكم عليه به القضاء. وأبدى سراج في تصريح له استغرابه من الرهان على حفتر، معربا عن تمنياته بأن تراجع الدول الداعمة له مواقفها وتلتفت إلى وجود حكومة شرعية وتتجه إلى الوسائل والمسارات الواضحة إذا كانت بحق تبحث عن استقرار ليبيا وأمنها القومي لإدراك هذه الغاية. ما زلنا نتمنى أن تراجع هذه الدول موقفها في أن هناك حكومة شرعية موجودة يجب التواصل معها، إن كانوا يبحثوا على استقرار ليبيا فهناك وسائل وهناك أدوات وهناك مسارات واضحة تصل بنا إلى استقرار ليبيا وأمنه. إن كان البعض يتحدث على أمنه الإقليمي وأمنه الوطني وأمنه القومي، فنحن أيضا لدينا أمن وطني وأمن قومي حارسين عليه، لكن هذا يتم في إطار تواصل
وبعض الدول تبعد يعني بيننا وبينها 5000 كيلومتر، ما هو القاسم المشترك بيننا وبين هذه الدول؟ كنا نتحد بالعكس، حتى اللي كان بعيد علينا كانت عندنا علاقات متميزة اقتصادية معه. قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع في ليبيا ليفدينغوف أن تصريحات حفتر حول التقدم إلى خط المواجهة لا تدعمها نتائج ملموسة وليس لديه أي تقدم جدي. وأضاف دينغوف لوكالة سبوتنيك أن حفتر حذر خلال الأيام الماضية الولايات من مسارات لمغادرة طرابلس على وجه السرعة، وإلا فإنه سيبدأ بقصها. واستبعد دينغوف أن تستجيب مصرات لطلبه، مؤكدا أن قوات مصرات تعد قوة جدية تحمي الغرب الليبي بشكل كامل. أظهرت الأحداث الأخيرة في البلاد بعد المصادقة على مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا مدى التقارب بين أنقرة وموسكو تجاه الملف الليبي بحثا عن حل سريع ينهي الأزمة ويوقف الحرب الدائرة منذ أشهر في محيط العاصمة. نتابع. باتت العلاقة التركية الروسية أكثر قوة من ذي قبل تجاه الوضع في ليبيا، تقارب بدأ يطفو على السطح على خلفية إرسال أنقرة وفدا رفيع المستوى إلى موسكو لبحث الأزمة بأبعادها السياسية والعسكرية. الخارجية الروسية أعلنت أن هذه المشاورات بين الخبراء الروس والأتراك اتفق خلالها على استمرارية التواصل بشأن الملف الليبي للمساهمة في حل سريع لتسوية الأزمة. رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الوضع الليبي ليف دينغوف ذهب إلى أبعد، إذ أشار إلى أن موسكو قد تصبح منصة لتسوية النزاع في ليبيا بما تملكه من نفوذ يلزم الأطراف المحلية الامتثال بالتنفيذ، خلافا لما كان في الاجتماعات السابقة بباريس وباليرمو. زيارة الوفد التركي ما هي إلا تمهيد للقمة المرتقبة يناير المقبل، والتي ستجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، إذ لا يوجد ما يعكر صفوها إلا ملف المرتزقة فاغنر الروسية التي تقاتل في الصفوف الأمامية مع قوات حفتر جنوب العاصمة، الأمر الذي أثار غضب أردوغان قائلا إنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الوجود، في حين نفت السلطات الروسية دعمها لأي مجموعة تنشط خارج أراضيها لا سيما في ليبيا، وتقول إنها تدعم الحل السياسي في البلاد. أعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء أن مشاورات بين الخبراء الروس والأتراك عقدت بشأن ليبيا، وتم اتفاق الطرفين على المساهمة في حل سريع للأزمة في البلاد. جاء ذلك خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى موسكو، التقى خلالها نائب وزير الشؤون الخارجية ميخائيل بوغدانوف، حيث لفت الأخير إلى أنه تم توصل إلى اتفاق لمواصلة الاتصالات بشأن الملف الليبي، بما في ذلك تقديم المساعدة الممكنة في التسوية السريعة للأزمة التي تمر بها البلاد. هذا وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا الثلاثاء الأزمة في ليبيا وعددا من القضايا الأخرى بالمنطقة، بحسب ما جاء في بيان أصدرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية. كما أجرى وزير الخارجية التركي مولود أوغلو اتصالا هاتفيا مع نظيره اليوناني نيكولاس دندياس بعد توتر العلاقات بين البلدين عقب توقيع مذكرة التفاهم البحرية بين طرابلس وأنقرة. بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء في محادثات مكثفة مع نظيره الروسي ومستشار الأمن القومي الألماني والمبعوث الأممي إلى ليبيا تطورات الوضع في البلاد، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري أكد خلال اتصالات هاتفية على أهمية العمل لتفادي أي تفاقم للوضع ودفع بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية بما في ذلك مسار برلين، وبما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
استعرض وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في اتصال هاتفي الاثنين ونظيره الأمريكي ميك بومبيو مستجدات الأزمة الليبية والوضع الميداني على الأرض من أجل وقف إطلاق النار. ونقلت وكالة أكل إيطالية أن وزير الخارجية الإيطالي تواصل في الساعات القليلة الماضية مع وزراء الخارجية المهتمين بهذه الأزمة إضافة إلى الوزراء الأوروبيين لمتابعة الملف الليبي. ليس هناك مجال للنقاش قرارات سيادية، وهل يتوقع منا أحد أن نقف مكتوفي الأيدي حيال العدوان المدعوم من بعض الدول على عاصمة ليبينا؟ ذلك كان رد رئيس المجلس الرئاسي على تصريحات عبرت فيها روما عن معارضتها للاتفاقية التي وقعتها ليبيا مع تركيا، منتقدا مواقف الأخيرة تجاه الأزمة في ليبيا. نتابع. في تصريحات لافتة وبعد سنوات من محاولات حكومة الوفاق بحث آفاق علاقات اقتصادية وأمنية استراتيجية واسعة مع روما خلال الأعوام الماضية، السراج ينتقد المواقف الإيطالية حيال تعاملها مع الملف الليبي التي اعتبرها السراج لا ترقى لمستوى العلاقات بين ليبيا وإيطاليا وغير كافية في ظل العدوان الذي تتعرض له طرابلس. السراج ذكر ضمن انتقاداته لروما أن الأخيرة لم تستجب لمطالبات حكومة الوفاق بالوقوف معها حيال ما تتعرض له العاصمة من هجوم غادر تسانده دول عديدة ومعروفة لدى إيطاليا، مؤكدا أن حكومته لن تقف متفرجة على العدوان على طرابلس، الأمر الذي دفعها إلى عقد تحالفات استراتيجية مع عدة دول أهمها تركيا. لم يكن السراج الوحيد الذي انتقد مواقف الحكومة الإيطالية، فهناك برلمانيون إيطاليون وشخصيات سياسية عديدة استغربت تعاطي حكومتهم مع الأزمة في ليبيا، وخاصة ما يتعلق بتنامي دور الدب الروسي الذي يعد المنافس التقليدي والعدو اللدود لأوروبا، الأمر الذي اعتبروه تهديدا واضحا وخطيرا لمصالح روما في ليبيا. روما كانت قد منحت فرصة من المجتمع الدولي حين قادت مباحثات مؤتمر باليرمو بحضور دولي وإقليمي وأطراف محلية، إلا أنه عقب انتهائه لم يكن ذا جدوى، فمخرجاته ظلت حبرا على ورق حتى بلوغ المشهد إلى عدوان على الشرعية أمام أعين الجميع. قال الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي فابريتسو تشيكيتو أنه في ظل الوضع الذي نشأ في ليبيا مع خليفة حفتر بدعم من المرتزقة الروس إلى جانب المساعدات العسكرية التي يتلقاها من عدة دول، فأن على أوروبا دعم حكومة الوفاق الليبية بكل السبل بما في ذلك المساعدات العسكرية. وأضاف تشيكيتو أنه إن لم يتم ذلك فإن مصالح إيطاليا والاتحاد الأوروبي ستتضرر إلى جانب تزايد مشاكل ملف الهجرة غير القانونية. مشاهدينا، نشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. روسيا تعلن بدأ تصدير مليون طن من القمح إلى ليبيا العام المقبل. سرقة أسلاك كهربائية تسبب بانقطاع التيار عن عدة مناطق في زليتن. We'll be right back.
مشاهدينا اهلا بكم من جديد. اعلن رئيس مجموعه الاتصال الروسيه ليف دينغوف بدا تصدير القمح الروسي مباشره الى ليبيا بحجم مليون طن العام المقبل. وابان دينغوف الاثنين ان العمل جار على تفاصيل العقد الذي سيتم توقيعه قبل العام الجديد، وشاركت فيه ثلاث من اكبر الشركات الروسيه الحكوميه، مؤكدا انه تم تنسيقه على سعر وغيره من المسائل الفنيه. ومن الجدير بالذكر ان واردات القمح الروسيه التي كانت تمر عبر تركيا بحجم نحو مليون طن الان ستكون مباشره. أصبحت مشكلة ارتفاع أسعار أسطوانة غاز الطهو من المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن رغم توفرها في بعض الأحيان، إلا أن المشكلة في الفترة الحالية أصبحت في حالة تفاقم واضح واستغلال بعض التجار في ارتفاع أسعارها. نتابع التقرير التالي. عادت مشكلة ارتفاع أسطوانات غاز الطهو تطفو على المشهد من جديد في أغلب المناطق، إلا أن المواطن ما يزال يتساءل عن الأسباب الفعلية والحقيقية وراء ذلك من أجل الاقتناع الفعلي. استغلوا في الفرص زي ما تقول، بمعنى زي ما تقول فيها، قصدي حتى ارتفاع الأسعار قصدي مبالغ فيه هالبعض، من توصل الجرة مرات لخمسين وستين دينار عارفة أكثر. شكرا. أسباب عدة رجعها المواطنون وراء تفاقم هذه المشكلة رغم اختفائها بين حين وآخر، لعل أهمها الأوضاع الأمنية التي تعيشها العاصمة منذ فترة والتي أثرت سلبا على كافة الأصعدة واستغلال بعض التجار للأوضاع والزيادة في الأسعار. والله هي طبعا ارتفاع غريب جدا يعني في الوقت الحالي، ومش متناول المواطن العادي، يعني المبلغ اللي ارتفع فيه اسطوانة الغاز مش متناول المواطن العادي. وطبعا نلتمس العذر كذلك لاخواننا اصحاب الشاحنات والموزعين ان هم يعانوا كذلك من استجلاب غاز الطهي للمواطن وبيعه، من وذلك من تاثير الحروب والاشتباكات ومناطق الاشتباكات. في الوقت الذي يسعى فيه المواطن للحصول على متطلبات قوته اليومي، تزداد على كاهله جملة من الأزمات والعراقيل في ظل اختفاء الجهات ذات العلاقة للإفصاح عن الأسباب. وسام الزواغي لقناة ليبيا بانوراما، طرابلس. افتتحت شركة ليبيانا لخدمات الهاتف المحمول مكتب مبيعات لها في مدينة غات، وذلك بالشراكة مع بريد ليبيا. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتقديم الخدمات لكافة المواطنين في مدن ومناطق البلاد. هذه كلها طبعا تعتبر خدمات البريد المتطورة للمواطن في منطقة غات. طبعا كان يعاني المواطن في منطقة غات او بالاحرى بغات والبركة والفوت والتهالة والمناطق القريبة هذه كلها يعاني من استخراج شفرة بس يبدأ يتواصل في اجهزة المحمولة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء بأن سرقة أسلاك الكهربائية في منطقة زليتن تقدر ب 750 مترا، ما تسبب بفصل التغذية عن 10 محولة بمنطقتي القصبة وكعام وانقطاع الكهرباء عن المنطقتين. الشركة أخلت مسؤوليتها عن أي انقطاعات قد تحدث نتيجة أعمال التخريب المتعمد حيث تزايدت وتيرتها خلال هذه الأيام. وناشدت الشركة في بيان لها مديرية أمن زليتن وكافة الجهات الاعتبارية بتحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية. تفقد وزير الصحة بحكومة الوفاق أحمد بن عامر الاثنين أعمال الصيانة والتطوير بمستشفى معيتيجا والمركز المتكامل للأشعة التشخيصية الذي أنشئ حديثا إلى جانب الأقسام والمراكز الملحقة بالمستشفى، إضافة إلى قسم العلاج الطبيعي والعناية الفائقة والمختبر الطبي والإيواء والإسعاف ومصرف الدم. وبحث الوزير أهم احتياجات المستشفى بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.
نظم أعضاء مكتب السجل المدني زاوية اجتماعا الاثنين ناقشوا خلاله الصعوبات والعراقيل التي تواجه المكتب وسير العمل بداخله، إضافة إلى اقتراح انطلاق قافلة طبية لإجراء مسح طبي شامل لكافة العاملين بالجهاز. قمنا اليوم مكتب إصدار الزاوية بالاجتماع الثالث في سلسلة الاجتماعات اللي قمنا بها في سنة 2019، وذلك للإحصائية الشهرية والجرد السنوي والصعاب المقدمين المكاتب الفرعية، وبإذن الله كل مكتب يقول شنو المشاكل اللي عنده وإن شاء الله نقدر نوفر لهم مشاكلهم ونعاونهم. نوقش في هذا الاجتماع عدة بنود ومواضيع تتعلق بمتابعة سير العمل، كذلك مناقشة التعميمات الواردة من السيد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والإدارات المختصة، كذلك متابعة آخر استحداثات التوثيق والمعلومات ومناقشة الإحصائية الشهرية، كذلك مناقشة الاستعداد للجرد السنوي، كذلك مناقشة مقترحين مقدمين من قسم العلاقات بمكتب إصدار السجل المدني الزاوية. أقيم بكلية القانون والشريعة نالوت الأحد الملتقى السنوي لطلبة الجدد، وذلك لتعريف الطلبة بالأقسام التخصصية داخل الكلية وعدد السنوات والفصول الدراسية في كل قسم، إضافة إلى تعريفهم بمخرجات الكلية بعد إتمام المرحلة الدراسية. وتم في ختام الملتقى تكريم الطلبة المتفوقين خلال العام 2018-2019 بمناسبة عام دراسي جديد 2019-2020. هذا الاحتفاء فيه استقبال الطلبة الجدد، كذلك تكريم للمتفوقين في جميع السنوات في التخصصات، كذلك الطلبة الذين تخرجوا 2018-2019 قدمت لهم جوائز وهدايا للمتفوقين فيهم. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام دراسي جديد مبارك وطيب على الجميع. مشروع جادو الزراعي يعد من المشاريع الزراعية التي تغطي بعض مناطق الجبل بمحاصيله الزراعية، إلا أنه يعاني مشكلات تقف عائقا أمامه. نتابع. يعاني مشروع جادو الزراعي بجبل نفوسة نقصا في مياه الري التي تتطلبها المحاصيل الزراعية، إضافة إلى عدم توافر العمالة الأجنبية في ظل انعدام الدعم الحكومي، الأمر الذي دفع القائمين عليه من المزارعين بتوفير ما يمكن توفيره من احتياجات، إلا أنهم ما زالوا يشتكون من بعض المشاكل. المشروع كان فيه بار خدمتهم الدولة تحت الجبل مباشرة، وفيه خزان ويغدي في المشروع مع بعض، طبعا حوالي 14 بير يصبوا في خزان واحد، لكن تعطت كلها ما سينا حد، فكل فلاح فر بير بروحه في مزرعته وخلاص، تاع الدولة ما سينتهمش. المشروع يضم 48 مزرعة بمساحة 8 هكتار لكل واحدة، حيث يتم تسويق معظم المحاصيل داخل أسواق مدن ومناطق جبل نفوسة، فيما يرى المزارعون أن دعم المشروع من قبل الدولة سوف يجعل منتجاته كافية لتغطية الطلب في كافة مدن الجبل. الزرع هذه تمتاز بجودة الأرض، وخصوصا لو تحصل يعني زي ما قلنا يعني دعم من الدولة والمزارع يحصل دعم على الأقل حتى سماد مية، يعني ما شاء الله حتنتج حدا تكفي ممكن المنطقة متاع جبل نفوسة كلها، الخضرة كلها تنجح مجربينها يعني بالتجربة، في ناس جربتها بطاطا، هذا عمر الدعمي غرسها زمان بطاطا بصل فلفل، أو ما شاء الله تشبع فيه الفلفل الأخضر والطماطم، الخضرة كلها 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 تصير. ولعل التحدي الذي يواجه مشروع جاد الزراعي هو ذاته ما يعانيه عدد الفلاحين في كافة ربوع البلاد في ظل ظروف متعددة، يظل غلاء البذور والسماد إلى جانب نقص مصادر المياه الري أبرزها. مشاهدينا، بهذا نصل إلى الختام، وإليكم أبرز العناوين. مقتل 3 وإصابة 15 من المدنيين جراء قصف طيران ومدفعية لحفتر بتجورة.
وفي الذكرى 68 لاستقلالها، السراج يقول إن ليبيا لن تكون إلا دولة موحدة ومستقلة. ورئاسة تركيا تطالب حفتر بإنهاء هجماته على طرابلس وعودة القوات المعتدية إلى ما قبل أبريل. نشكركم على المتابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء. إلى اللقاء.